سؤال يطرح اليوم في الشمال السوري، ماذا بعد أن استكملت القوات التركية بناء جدار عسكري قوامه أكثر من 20 نقطة عسكرية تحتوي على معدات عسكرية دفاعية وهجومية في محيط جبل الزاوية، بدءا من منطقة الرويحة البوابة الشرقية للجبل، مرورا بترعان وشنان وفركيا ودير سنبل التي تشرف تماما على معرة النعمان والطريق الدولي حلب دمشق، وصولا إلى أحسم والبارة وتل النبي أيوب ومعراتة وتل بدران وقوقفين التي تشرف أيضا على مواقع حساسة للنظام في كفرنبل وحزارين، وهي الخاصرة الجنوبية للجبل. ما يعني بمفهوم الجغرافيا على الأرض أن المنطقة قد أغلقت تماما أمام أي هجوم محتمل لنظام الأسد وروسيا. وهنا تبرز سيناريوهات محدودة قد تكون الخيار الأخير للنظام لقضم مساحات جديدة، فمنطقة سهل الغاب التي تصل إلى الطريق حلب اللاذقية عند جسر الشغور قد تكون السبيل الأقرب في الوصول إلى الطريق الدولي عقدة الصراع في الشمال، وهي منطقة سهلة التضاريس ولا تبدو حصينة كما هو الحال في جبل الزاوية. فتقدم النظام من هناك يعني سيطرته على جسر الشغور والتوجه إلى مدينة أريحة عبر بلدة محنبل الاستراتيجية على السفح الغربي لجبل الزاوية، ما يعني أن المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي ستصبح معزولة بشكل كامل عن امتدادها الجغرافي في شمال إنفور وصولا إلى مدينة إدلب. بوابة أخرى قد يلجأ إليها النظام للتمدد شمال غرب سوريا عبر ريف حلب الغربي، فبعد سيطرة قوات النظام خلال حملتها الأخيرة على الفوج 46 والفوج 111 ووصولها إلى مشارف مدينة الأتارب أصبحت على مسافة قريبة من دارة عزة وجبلها الاستراتيجي المعروف بجبل الشيخ بركات، والذي يشرف على مساحة من ريفي إدلب الشمالي ومناطق غصن الزيتون في ريف حلب الشمالي. فوصول قوات النظام إلى هناك يجعل بلدات سرمدة والدانة ومعبر باب الهوى مسيطر عليها ناريا، فالمنطقة من حيث الجغرافيا أقل وعورة وأقل تحصينا من الناحية العسكرية. فهل تفعلها روسيا ونظام الأسد؟